متابعي ابو كبير ميديا، اهلا بيكم في لايف جديد. صباح الخير عليكم وعلى كل متابعينا، صباح الرزق والجمال. احنا دلوقتي تحديدا في مدينه عزبه البرج، طبعا معروفه باكبر اسطول بحري، وزي ما احنا شايفين احنا دلوقتي حالا عقب وصول مراكب الصيد من البحر، ودلوقتي بيتم مزاد وبيتم كمان قيام حلقات للسمك زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. هنا بيقوم بيع الاسماك طبعا للتجار، ده بيبقى فيه أكبر مزاد للأسماك هنا. هو بيتم في الصباح الباكر زي ما احنا شايفين، بيتم الساعة 5، بيفضل معانا لحدات طبعا ما الأسماك بتخلص، مبيستمرش كتير، بيفضل تقريبا ساعة وشوية. كمان ممكن يبدأوا من الساعة 3 بالليل عقب وصول المراكب على طول. طبعا رحلة الصيد بتاخد معاهم المراكب زي ما احنا شايفين مع حضراتكم اللي قدامنا، بتاخد معاهم من 3 ايام ل7 ايام، وفي اكتر كمان، وفي ناس بتقعد في البحر اكتر من كده، بيجوا زي ما احنا شايفين بخيرات ربنا معاهم، بيبتدوا اللي يقوم عليهم المزاد، وبيجي الناس هنا التجار، وكمان زي ما احنا شايفين في مصيفين، لان طبعا اللي قدامنا دي على الضفه الناحيه الثانيه هي مدينه راس البر، وده نهر النيل اللي قدامنا ده. عايزه اقول لكم ان الجو حقيقي حلو جدا والاجواء كمان احلى. خلينا نتابع مع حضراتكم حلقه السمك والمزاد. كمان تقريبا في هناك حلقه بيتم مزاد السمك فيها والبيع، وهو طبعا بيبقى عباره عن مزاد. خلينا نشوف مع حضراتكم اكتر. لا، عايزك تكلمني عن مزاد هنا، عن حلقه السمك. قول لي بقى، احنا في لايف دلوقتي. تمام، قول لي بقى المزاد اللي بيقوم هنا كل يوم. المزاد اللي هنا بيقوم كل يوم، المراكب بتخش طبعا. تمام، واللهم صل على النبي. المعلمين هنا يعني ايه، ناس محترمه، وبتبيع السمك بالطاوله، ماشي، باسعار قليله عن السوق طبعا. يعني مثلا الطاوله مثلا بتقدر 20 كيلو او 25 كيلو. تمام، ان كانت جمبري مثلا بتقف لها ب 2000، لو بتشتريها قطع من السوق تعمل لها 3. فهنا بالنسبه لحلقه عزبه البرج الدنيا حلوه خالص، والدنيا تمام التمام، بس والمصيفين عدوا عندنا والدنيا حلوه خالص، يعني فاهمه، الدنيا تمام عندنا هنا. المصيفين كمان بينزلوا ويشتروا من الحلقه، مش تجار بس. المصيفين بينزلوا هنا على البحر كتير. الكيس ده ب 300 ست الكل، لو في السوق يعمل 600، ده ب 300 بس، لو في السوق يعمل 600. احنا على فكره على الهوا، هو احنا على الهوا. والله، فانت استغل الفرصه وخد استغل نعم، دول ب 300، لو في السوق يعملوا 600. كل الكيس ب 300، الكيلو الكابوريا لوحده في السوق ب 150. والله لا يا حاجه، ده احنا على الهوا، والله احنا على الهوا سوا. تمام، فده 300 والله ليك يا ست الكل، والله ما هتلاقي الكلام ده تاني. لا، دي حكايه الفرشه بتاعتي، ان راجل ارزاق على باب الله، فاهمه، في كل مثلا كل طاوله باخد لي ايه، حنجل، كابوريا، برغوت، جمبريه، ايه بتاع، بعمل يوميه في الحمويه بتاعتي برضو، يعني بارزه. ربنا يرزقك. بارزه، وتحيا مصر، تحيا مصر، يحيى السيسي، تحيا ابويا السيسي على دماغنا كلنا، ومشرفنا ومدلعنا. اشكرك اشكرك يا استاذ. صباح الرزق، ربنا يرزقكم. صباح الفل. هنتابع مع حضراتكم. تمام، نشوف مع حضراتكم. هنا في انواع مختلفه من السمك. ده نوع ايه ده يا عم؟ وده بوري، وده باغا. يعني انا شايفه ان الطاوله دي فيها جميع الاسماك كده، مش ليه بقى؟ ده مشكل، انا قلت السماعه دي هتشغلني معاك النهارده، الله يرحمكم. ده مشكل، تعالى تعالى على الكابوريا، تعالى على الكابوريا، دي مشكله على قد الغلابه، عشان الغلابه تاكل. وهنا تعالى معانا كده لو سمحتي، النساء هي خدي عطيه. قولي يا عم عطيه، خلي بالك انت على الهوا. ده باغا، ودي النساء. بتعمل كام النهارده في السوق؟ غالية أوي. غالية بجد؟ بتعمل كام؟ بتعمل 50 جنيه أو 30 جنيه. دي غالية يا راجل يا طيب. ماشي، شكرا. دي أناتي بقى؟ دي كابوريا، دي أناتي. إيه الفرق بين الأناتي وبين ال دي كابوريا خضرا؟ خضرا، دي كورة.
قول لنا ايه الفرق بقى بين الاناتي وبين الذكور؟ الفرق دي مثلثه دي مربعه. القلب بتاعها يعني؟ اه دي مثلثه اه دي مربعه. يعني في اناتي بيبقى رجليها زرقاء زي الثانيه؟ لا صفراء. لكن مش باللون يعني، مش بتحسبوها باللون. لا ما هيش باللون. مش باللون. لا ما هيش باللون. دي مثلثه ودي مربعه. ايش باللون؟ ده البطروخ. لا ده بقى البطروخ. اه ده بطرخ. ده المبطرخه بتبقى نوتي ولا لا؟ نوتي. نوتي مليانه يعني. الاثنين بيبقوا مطرخين. الاناتي بس. الاناتي بس. اه الاناتي بس اللي بتبقى مبطرخه. بكام الكوري عامله كام النهارده؟ ديت ب 80. دي الصغيره. طيب تفتح لنا حاجه. ماشي. قول لي بقى السعر بينهم قد ايه؟ السعر ما بينهم يعني الاناتي اغلى من الدكورة طبعا. المبطرخه رخاء بطروف. ايه بقى سعرها؟ اه اه رخاء بطروف. النهارده عامله معانا سعر كويس ولا غالي؟ النهارده ديت ب 80 وديت ب 120. كلمني على الحلقه بقى. كل يوم كل يوم انتوا نفس النظام ونفس الدنيا؟ لا بقى كل يوم، بس المكتب بيقعد له 20 يوم بالبحر. بيقعد 20 يوم بالبحر ويجي. اه لكن مش كل يوم لازم يرسى على حد معين. لا هنشوف كمان في حلقات هناك شغاله هنتابعها مع حضراتكم. طبعا كلهم ارزاق على الله. طبعا صباح الرزق والفل والياسمين عليكم متابعينا الكرام. احنا هنا في محافظه دمياط تحديدا من مدينه عزبه البرج. صباح الرزق. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم دول اللي قالوا لنا ارزاق هنا تقريبا. صباح الخير. عامل كام الجمبري؟ اي كومبو 450. 450 قول لي بقى. اي كومبو 450 يا باشا؟ ده جمبري بيقول بنقول عليه سواسي. اه جمبري بسم الله ما شاء الله. ده ايه النهارده؟ اي كوم من ده بتطول براق شويه. يخرب بيت ام دولتك. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم هنا كمان ما شاء الله الجمبري ده بقى المزاد. يعني ده هم دلوقتي قايمين بالمزاد مباشر. هنتابع مع حضراتكم بقى بيقوم ازاي. هم تقريبا بيقولوا على الطاوله سعر معين ويبتدوا اللي هم يفضلوا يزودوا لحد لما تتباع. اهو 900 بدأت كده. هي كده المزاد بدأ صح؟ مش عارف. تمام قوي. قول لنا بقى ايه حكايه الاسعار اللي بيقولها؟ تعالى بس صور النقطه دي. المزاج ده حلو. طب قول لي ايه حكايه الاسعار اللي بيقولها؟ بيبتدي بسعر معين وبتدي يزيد ولا ايه؟ لا بيبيع في الطاوله واللي يزود اكتر هو اللي ياخد. يعني يزود اكتر هو اللي ياخد؟ اه حلقه. ولا ما حدش يزود؟ لا ما ينفعش، لازم كله يزود. اللي ليه اكل عيش في حاجه. لايف نازل مباشر جنب حضرتك. شكرا لحضرتك. دلوقتي كل نوع سمك بيختلف في سعره عن الثاني؟ اكيد طبعا. الجمبري بحاجه والكابوريا بحاجه والجمبري الابيض بحاجه. كل حاجه مختلفه عن الثانيه في الاسعار. وحكايه الجمبري الصغير يعني الجمبري الصغير ده بسعر ده زي ده بسعر. مثلا جمبري ابيض بلدي ديت كابوريا كره زي اللي حضرتك. انا اللي وريتيها دي. دي انتي بس اكبر شويه. دي كره اكبر شويه. دي جمبري سويسي. ده ازازي كده. دلوقتي اللي بيقول مزاد ده صاحب مثلا مخزن ولا صاحب المركب؟ صاحب مخزن. عرفهم بقى ايه المخزن؟ يعني هم الناس المتابعين مش عارفين برضو يعني ايه مخزن. المخزن زي المركب بيجي ينزل فين وبيبيع له وبياخد. هو اللي قدامنا ده. اه يعني المخزن ملوش دعوه بالمركب. المركب بتاع واحد والمخزن بتاع واحد.
المركب بتاع شوف كل واحد لاكل عيش في حاجه اللي لاكل عيش في الغابه واللي لاكل عيش في الكابوريات كده يعني مش كل واحد لنا السمك ده نوع ايه ديت دي صغيره اه دنيسة معاها تقريبا نوع معاها تشكيله بقى طاوله تشكيله دنيسة على يعني على التشكيله بقى كده على بعضها بانواعها كلها اه بانواعها كلها نشوف مع حضراتكم يعني انواع تانية وما شاء الله دي انواع غريبه. صباح الخير. صباح الخير يا عم. نشوف مع حضراتكم طبعا الارزاق والسمك على اشكال الوان. ده هنا كمان انواع تانية ما شاء الله. هو البحر واحد لكن عايز اقول لكم ان الاسماك بتبقى متعدده جدا. ده تقريبا المزاد ده خلص بدام الطول فاضية كده. طبعا اللي قدامنا ده بيبقى مخازن اللي هو بيجي عليها. تسلم يا عم. اللي هي بيجي عليها دي مراكب الصيد اهي. عايز اقول لكم المنظر هنا جميل جدا والناس هنا ربنا يرزقهم يا رب. يعني ناس جواها حقيقي روح السعي وروح الرزق. يعني اللي بيروح في المركب ده بيقعد غايب عن بيته بالتمن وسبعة ايام وكمان ممكن اكتر ويبتدي اللي هو يجي بالسمك بتاعه ويبتدي اللي هو يرزق زي ما احنا شايفين. طبعا اصحاب المخازن اللي قدامنا هم اللي بيقوموا بالناس دي. ده مزاد اخر معانا. ما شاء الله الاشكال هنا والانواع كتير والاسعار كمان بتختلف يعني على كل نوع بيبقى سعره. قول لنا بقى الانواع اللي عندك النهارده. ده سمك بلدي كله صح؟ بلدي كله ده جاي من البحر دلوقتي. كل بلدي. كل بلد وبوري. بوري واستاكوزا. بوري ب 70. الاستاكوزا ب 25. دي ب 25؟ دي شكال اسمها شكال وبيقولوا على استاكوزا. 25 كيلو؟ ده طبعا بس ده في سعر السوق صح؟ ايوه هنا ارخص. ده بكام بقى؟ ده ب 70. نوع ايه؟ ده بوري. وده نفس ال كله نفس الحجم كله نفس السعر. ربنا يرزقك. وعاملين لكم كامبو السعر وعاملين لكم كامبو السعر. شايفين هنا ايضا جمبري وفي سمك لسه جايب حالا لسه بينزل زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. ما شاء الله. عايز اقول لكم الحلقه ما بيجيش بس فيها تجار زي ما احنا شايفين كمان في مصيفين طبعا اللي بييجوا في راس البر هنا بيعدوا البر التاني بالمركبه ويبتدوا اللي هم كمان يشتروا من هنا. طبعا بيبقى اوفر لهم وارخص لهم. الرئيس الحلو الرئيس محسن. الكابوريا بكام؟ الكابوريا ب 40. هو بربعين. كل واحد بيختلف عن التاني في سعره؟ ايوه ابنا امال ايه؟ كلام رئيس المركب اشتري بورصه. انت رئيس مركب فعلا؟ رئيس مركب الرئيس محسن. بتتكلم بقى عن مركب ورحله الصيد لو انت سرحنا رحنا البحر رحنا قبرص رحنا خش على رئيس محسن خش على رئيس محسن رحنا تركيا رحنا نواحي اسرائيل. كلمني بقى على مراكب الصيد بتاعت البحر المتوسط اللي هي جايه دلوقتي قدامنا دي. كلمني بتعملوا ايه في رحله الصيد بقى؟ بيقعد 10 ايام يصطاد بالغزلات يرمي ويطلع سمك يحط في الثلاجه ويرمي تاني ودنته ساحب بالمكنه داير 24 ساعه. السمك بيبقى نوع معين ولا كذا نوع؟ كذا نوع كذا عده كده. عده للسمك الابيض وعده للنايلون جمبري نايلون ناعم. يعني كل نوع بيختلف عن نوع الشباك. يعني مثلا الكابوريا بتصطاد بنفس الشبك بتاع الجمبري نفس الغزل بيصطادوا بيه بيصطادوا بس السمك بقى بينوع له ايه؟
سمك بيبقى كابوريا، جمبري، سمك ابيض كده. الجمبري عامل النهارده معاك كام؟ الجمبري عامل معايا 140 130 و120 كله. يلا عشان نعرف. تسلم، ربنا يرزقك. الله يسمحك. زي ما احنا شايفين اهي، نشوف مع بعض مراكب الصيد اللي قدامنا دي. طبعا ربنا يرزقهم. انا عايزه اقول لكم ان مدينه عزبه البرج اصلا يعني اكتر الناس اللي فيها صيادين، بتشتهر بمهنه الصيد. اهو ده مزاد اخر معانا ما شاء الله. هنا في انواع مختلفه. ده نوع غريب زي ما احنا شايفين. نشوف مع بعض منظر مراكب الصيد، حلو جدا بجد. صباح الرزق عليهم، ربنا يرزقهم دايما من واسع. تعالوا نشوف مع بعض بقى المزاد وهو بيقول. هو ده المزاد قايم زي ما احنا شايفين. المركب لسه بينزل حالا، ربنا يرزقهم طبعا. ايوه مزاد قايم على نوع السمك اللي احنا شايفينه ده، تقريبا بربوني كده. المزاد خلص، كل واحد رسع عن التاني. في مزاد اخر كمان ما شاء الله، خير ربنا كتير والانواع متعدده ايضا. عمو ايه نوع السمكه دي؟ السمكه دي ديوك حمراء ديتي. ديوك حمراء دي حلوه في الشوربه ديت وبالطماطم وكل حاجه، جميله جدا. السمكه دي جميله جدا في الشوربه وبالطماطم. ديوك حمراء، ديوك اسماك البحر الاحمر. ايوه ما هي دي جايه لنا من البحر الاحمر ديت. ايوه يعني المركب بتاعها راح هناك؟ لا ما راحش هناك، هي جايه من السواحل من قناه السويس. جايه من هناك المتوسط بتاعنا. ايوه جت استوطن عندنا هناك. بتتعمل شوربه، بتتعمل بطماطم. لا 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 ما تنفعش شوي ديت، ما تنفعش شوي. يعني الجلد اللي احنا شايفينه ده بيتسلخ. ايوه دي بتتسلخ ساعات، دي بتتسلخ. ايوه طب ممكن تعرفني ايه نوع السمك الاحمر ده؟ ودي فراخ حمراء ديت يا جمالها، دي في الشوي. دي فراخ حمراء ديت في الشوي وفي القليه، جميله جدا. جميله جدا في الشوي. ودي سمكه الموزه ديت، اسمها موزه. عن الباقي اختلافات في البحر، يعني اختلافات سمك في البحر. السمكه دي جلخ، اسمها جلخ ديت. جلخ جلخ. بتتعمل ايه دي؟ حدبت الشوا ديت وبتتقلي، اما بتكون كبيره شويه بتتعمل شوربه، بس هي لسه صغيره بقى. الشبك بيلحقها بيروح جايبها. اسعارهم عامله ايه؟ اسعارها متهاوده هنا عندنا، الاسعار متهاوده جدا جدا. يعني مدينة عزبة البرج بالنسبة اللي هي مشهورة بالسمك البلد. أبو ميادة هو اللي يكلمك بقى بالنسبة للمدينة عزبة البرج دي. اسمه ايه بقى ده؟ اسمه ايه؟ تعبان البحر. تعبان؟ والله تعبان؟ ما هوش تعبان، بيسموه حاجة تانية. حنشاه. حنشاه. وده كمان كلاماريا ما شاء الله، أنواع كتيرة متعددة. في لسه كمان حمازات تاني هناك، المزادات مستمرة طول ما المراكب بتيجي وبتطلع أسماك. منور يا عمو. منور. ان شاء الله الانواع كتيره، صباح الرزق عليهم، ربنا يرزقهم جميعا ان شاء الله. خلونا بقى نشوف مع حضراتكم ده مزاد اخر. خلينا بقى نشوف الجمال بتاع مدينه راس البر، مدينه السحر والجمال. يعني احنا الضفه هنا على نهر النيل، يعني مدينه عزبه البرج، والناحيه المقابله
طبعا رأس البر. عايزين نشوف المزاد هنا بيرسى على ايه. ما شاء الله دي انواع تانية. ارسى على الطريق الاستاذ الصحفية منع للتصوير قدام، صورة قدام الاستاذ الصحفية منع هنا للتصوير قدام زي ما احنا شايفين مع حضراتكم عليه السلام. طبعا هنا بقى في مكان مهم جدا وهو مصنع التلج. مصنع التلج اللي قدامنا ده اللي بيقوم طبعا بعد اذنك يا عم هنا بياخدوا التلج زي ما احنا شايفين للمراكب عشان ياخدوهم معاهم في رحله الصيد، لان طبعا بيصطادوا فبيبتدوا ان هم يتلجوا اسماكهم من خلال التلج. هو ده كده مصنع التلج زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. التلج بيبتدي اللي هو يخرج من المصنع بالمنظر ده، بيطلع على المركب على سير المركب على طول. طبعا اي مركب بقى اللي هو بيمون تلج بيجي يقف في المكان.